بداية قوية ومستويات رائعة برزت بها الأندية الجزائرية في مستهل مرحلة المجموعات لمنافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف، مؤكدة على طموحها في الذهاب بعيداً وتحقيق حلم التتويج بعد طول انتظار منذ آخر لقب حققه وفاق ستيف الجزائر عام 2014 حين انتزع لقب دوري الأبطال لثاني مرة في تاريخه. ففي أكبر المنافسات الإفريقية على مستوى الأندية تألق شباب الوزداد وتعملق بفوز ثمين عاد به من ملعب القاهرة الدولي على حساب الزمالك المصري. هدف واحد كان كافياً لبطل الجزائر بالعودة إلى أرض الوطن حاملاً معه النقاط الثلاث، مؤكداً أن حلم النجمة الأولى بات مشروعاً بالنسبة للشباب وعشاقه. الممثل الثاني للكرة الجزائرية في دوري الأبطال شبيبة القبائل رفع التحدي بدوره في العاصمة الأنغولية لواندا وعاد بنقطة ثمينة متحدياً الظروف المناخية الصعبة وقوة نادي بيترو أتلتيكو الذي عجز عن فك شفرة الدفاع الكناري. الشبيبة وبذكريات الزمن الجميل حافظت على كبريائها وسمعتها القارية بنتيجة مبشرة تحسباً لبقية المشوار. وفي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فرض اتحاد الجزائر سيطرته على ممثل الكونغو وحقق فوزاً عريضاً بثلاثية نظيفة أكدت جاهزية الاتحاد لبلوغ المحطة النهائية بقيادة المدرب الخبير عبد الحق بن شيخة، ولاعبين برزوا بشكل لافت مع المنتخب الجزائري المحلي خلال الشان، على غرار الهداف أيمن محيوس ما يجعل النادي العاصمي في أفضل رواق لمواصلة المغامرة الإفريقية على أمل التتويج لأول مرة. طموحات كبيرة وأمل في الوصول إلى مشهد الختام في المنافستين بهدف البصم على عودة قوية للأندية الجزائرية للتربع مجدداً على عرش المنافسات الكروية الإفريقية.